ينضم إلينا عبر الهاتف من تحت قبة البرلمان مراسلنا فراس الدليمي. أهلا بك فراس. نعم أهلا. إذن ما الذي أدى إلى فك عقدة الموازنة يعني هذه المرة حتى شرع المجلس بالتصويت على فقراتها الواحدة تلو الأخرى؟ يعني الأيام الماضية التي كانت لا توجد فيها جلسات، كان هناك اجتماع للكتل السياسيه من اجل يعني الضغط على الحكومه للموافقه على الشروط التي تريد ادخالها من ضمن الموازنه، وبالتالي يبدو ان هناك تضمينات وهناك بعض الفقرات التي او الشروط التي طالبت بها الكتل المعترضه وافقت عليها الحكومه، وبالتالي كان لزاما ان تمرر هذه الموازنه، خصوصا انه لم يبقى من عمر الحكومه والبرلمان الا شهرين فقط. وبالتالي على العموم يعني شرع البرلمان بعد احتمال النقاب بالتخطيط وادراج الموازنه ضمن جدول الاعمال، وتم يعني التصويت على الماده الاولى والماده الثانيه، لكن سرعان ما انسحب نواب التحالف الكردستاني، لكن النقاب لم يختلف حقيقه، والان البرلمان ما زال يقرا الفقرات او المواد الموازنه المتكونه من 48 ماده تشمل اثنتين، وما زال هناك 46 ماده سوف تتلى تباعا ويتم التصويت عليها داخل قبه البرلمان. إذن ستمرر يعني مما يبدو حتى هذه اللحظه فراس بان هذه الموازنه ستمرر بالاغلبيه، يعني بالنظر إلى انسحاب أعضاء الكتل الكردستانية بما لم يخل بالنصاب القانوني لجلسة هذا اليوم، ستمرر بالأغلبية؟ حسب المعطيات الآن داخل مجلس النواب أو داخل قبة البرلمان، الجميع اليوم يعني مصر على تمرير الموازنة، خصوصا أنه لم تخرج بقية الكتل المعترضة على فقرات الموازنة مع التحالف الكردستاني، وبالتالي إذا لم يختل النقاب اعتقد ان الموازنه سوف تمرر في جلسه هذا اليوم. طيب ايضا مما تناهى اليك فراس من معلومات حتى هذه اللحظه، ماذا عن حصه يعني الكرد؟ هل سيتم تمرير هذه الموازنه بحصه للكرد ادنى من 17%؟ نعم، الحكومه لم توافق على طلب التحالف الكردستاني او حكومه كردستان على اعاده النسبه الى 17%، كان هناك مقترح بان يكون ان تصعد هذه النسبه الى 14%، وهذا ايضا المقترح رفضته الكتل الكردستانيه، وبالتالي لربما سوف تمرر يعني الى حد الان لم تصل المعلومه اما على نسبه ال 12 او على نسبه ال 14 التي اقترحتها اللجنه الماليه خلال التعديلات التي حصلت عليها خلال الايام الماضيه. نعم، توضحت الصوره مراسلنا.